ترأس يوم الخميس الموافق 30 من سبتمبر الماضي سيادة المطران نيكولاس هنري السفير البابوي بمصر القداس الإلهي الاحتفالي بمناسبة مرور 20 عاماً على النذور الرهبانية للأب بولس الثاني المدبر البطريركي للكلدان بمصر برهبنة الفادي الأقدس تزامناً مع عيد القديس جيروم بمشاركة العديد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والشعب المحتفل وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاطمة بمصر الجديدة تخلل القداس الإلهي كلمة سيادة المطران نيكولاس هنري التي دارت حول القديس جيروم واختتم كلمته بتقديم التهنئة للأب بولس واتحاده في الصلاة لأجل سنين قادمة مثمرة تلاها كلمة شكر من الأب بولس الثاني لكل الحضور وخاصة سيادة السفير البابوي والآباء المشاركين في الاحتفال كما قدم الشكر أيضا للراهبات والكورال وكل من تقدم بالتهنئة واختتم القداس الإلهي الاحتفالي بمنح البركة الرسولية لكل الحضور من سيادة المطران نيكولاس هنري.